الدراسات الإحصائية في العالم العربي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية شعار المؤتمر الدولي السابع لاتحاد الإحصائيين العرب، والذي تم افتتاح فعالياته بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمشاركة ممثلي الهيئات الدولية والإقليمية وأساتذة الجامعات ونخبة من الخبراء والمختصين. مصر بتسعى أن يكون تواجدها على المستوى العربي بهذا الشكل في جميع المجالات. هي هذا المؤتمر هيناقش أكثر من 40 دراسة بحثية مقدمة من أكاديميين وباحثين وإحصائيين من مختلف الجهات العلمية في كافة الدول العربية. في مصر خبرات كبيرة، طيب احنا نستفيد منهم، هم يستفيدوا من تجاربنا، وطبعا التفعيل هذه للاجتماعات والمؤتمرات تساعد على تطوير العمل الإحصائي في كل الدول العربية. المؤتمر الحالي يعني يمثل تفعيل الدراسات الإحصائية في التخطيط التنموي وتحقيق الاستراتيجيات وطبعا الوصول إلى أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030. المؤتمر تناول دور الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة وتأثير الإحصاء في الوطن العربي وربطها بالتكنولوجيا والمجتمع الرقمي. في ثلاث ندوات، الندوة الأولى هتتكلم عن التعداد الاقتصادي ودوره في صنع السياسات الاقتصادية، وهتبني على التجربة المصرية في التعداد الاقتصادي. الندوة الثانية هتكون حول المؤشرات الخاصة ب المرأة ودورها في تمكين المرأة، وأيضا بالوظائف المستقبلية اللي الآن بدأ العالم يستخدم التكنولوجيا والتي ستمحو العديد من الوظائف، فكيف سيتم معالجتها في وطننا العربي. هناك ندوة مخصصة لهذا الغرض. 40 بحثا علميا يناقشه المؤتمر على مدار يومين حول تفعيل الدراسات الإحصائية في العالم العربي والمؤشرات الإحصائية للنمو والتنمية الاقتصادية. يأتي انعقاد مؤتمر الدراسات الإحصائية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية انطلاقا من أهمية البيانات الإحصائية باعتبارها خارطة الطريق لأجهزة الدولة في الاعتماد عليها، بما ينعكس على مساعدة صناع القرار في التخطيط السليم القائم على بيانات إحصائية دقيقة. من مقر انعقاد المؤتمر، أحمد ممدوح، النيل.